الرئيس بايدن مهتم كثير في استقرار العراق، كذلك الكونغرس الأمريكي. ذكرت مثلا مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، ولدي أصدقاء في هذا المجلس يعني مهتمين جدا بالوضع الأمني في العراق، لأنه أي نقص في إنتاج النفط في العراق سوف يؤدي إلى زيادة أسعار النفط في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وسوف يعقد الأمور في مسألة إمدادات النفط للدول الأوروبية. إذن سوف يعمل الرئيس والولايات المتحدة بمنع يعني بقدر الإمكان منع تدهور الوضع في العلاقة في العراق. أولا لدينا هناك مشاكل مع روسيا في أوكرانيا، هناك مخاطر حرب في بين الصين وتايوان، لا يريد فتح باب ثالث في العراق، لذلك سوف يعمل جهده لكي يخفف من حدة التوتر في العراق. كذلك أود أن أضيف أن الوضع في العراق مرتبط أيضا في المفاوضات الجارية في الوقت الحاضر بين الولايات المتحدة أو بين الدول الأوروبية وإيران حول العودة إلى هذا التفاهم النووي، لذلك من الأفضل في الوقت الحاضر إبقاء الوضع هادئ في العراق بقدر الإمكان.